جدولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الوئام التي نقرأ منها: نوكيا تستعد لإطلاق هاتفها الرائد نوكيا 8. جاء في تفاصيل الخبر: تستعد شركة نوكيا لإطلاق هاتفها الذكي الرائد الذي يحمل اسم نوكيا 8، الذي أكدت تقارير أنه يمتلك تصميما رياضيا بحواف جانبية رقيقة إلى جانب منفذ USB-C ومكبرات الصوت مزدوجة في الجهة السفلية من الهاتف الذكي. نطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: كشفت شركة سامسونج عن أول شاشة سينمائية تمتلك تقنية LED في العالم. الشركة قالت إن التصميم للشاشة يأتي على شكل الشاشات السينمائية مع دعم تقنية المجال الديناميكي لتوفير تجربة مشاهدة أكثر متعة ونبضا بالحياة. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية: ساعة ذكية يتم شحنها بواسطة حركة اليد. تعمل شركة سيكوينت على تطوير ساعة لا تحتاج لشحن البطارية على الإطلاق. تقول الشركة المصنعة إن شحن الساعة يتم عن طريق تحويل الطاقة الحركية إلى تيار كهربائي لتشغيل النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وعداد الخطوات وتقنية البلوتوث وغيرها من الوظائف الذكية. صحيفة القبس الكويتية مشاهدينا عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: مايكروسوفت تتخلى عن ويندوز فون. تخلت مايكروسوفت عن نظامها لتشغيل الهواتف الذكية ويندوز فون، وكانت الشركة أعلنت نهاية السنة الماضية أنها سوف تتوقف عن تحديث النسخة الأخيرة من هذا النظام اعتبارا من 11 من الشهر الجاري. وختاما مشاهدينا مع صحيفة النهار اللبنانية: وابتكار آلة جديدة لتنظيف الأسنان في 10 ثوان فقط. ابتكر خبراء فرشاة أسنان آلية لتنظيف الفم بشكل تام في غضون 10 ثوان فقط. تتكون الآلة من جزء سفلي يحتوي محركا صغيرا يجاوره جزء آخر يوضع فيه معجون الأسنان، ثم وعاء من السيليكون شبيه بطقم الأسنان الصناعي يدخل في الفم، حيث تمكن الاهتزازات التي يقوم بها المحرك من فرك الأسنان في حركات دائرية سريعة.